الحرية في الإسلام؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني الحرية في الإسلام أولا أكبر خدعة. الله لم يطالبنا بالعبودية له، وضحيت؟ أقول لسنا عبيد الله، أنتبه، نحن لسنا عبيد الله، نحن عباد الله. عبد يا سيدتي باللسان العربي تحمل الشيء وتطلق، يعني إياك نعبد منطيعك وإياك نعبد منعصيك. وضحيت تحمل معنيين. سماها سورة الكافرون ليش؟ قال له لأنه محمد كافر بقومه وقومه كافرين فيه. ولا سبب قال له لا أعبد ما تعبدون، لا أطيع ما تطيعون، ولا أنتم أعبدون ما أعبدون، لا أنتم تطيعون، ولا أنا أعبد ما أعبد، ولا أنا عاصي ما عصيتم. يعني عمي ربا شو بكون؟ إياك نعبد لا يفهم. عندما يخاطب المتكلم السامع لا يقصد إفهامه معاني الكلمات المفردة، وإنما هي النظم. يعني إيه كافرين فيه؟ بتعرف وين أنا بكفر بالله؟ بالمصحف. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أول الكافرين به والرافضين له. الكفر وبعض الاستعانة ونستعين. لك لا، عم أقول لك هي آية بالمصحف تعني العابد تعني كافر. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أول واحد زيته فيه أنا. وضحيت. إذا طلع له ولد يعني كذاب طلع. يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أول الرافضين له الكافرين به. هي أعطاك معنى الضد. لا هلا هون عال وما خلقت الجن والإنس إلا شو يعني؟ إلا يطيعونني بملء إرادتهم ويعصونني بملء إرادتهم. مشان هيك خلقتهم. عرفتي ليش خلقون؟ مشان يطيعوا ويعصوا. عرفتي ليش خلقون؟ مشان يطيعوا ويعصوا. بملء إرادتهم. العباد هم جمع العبيد جمع عبد مملوك. نحن يوم القيامة فقط يوم الحساب عبيد. قروا مصحف. ما بيقول عبيد إلا يوم الحساب فقط. ليش؟ لأنه العبيد ما له خيار. لسبب العبودية اختراع إنساني. العبودية الله لم يطلب العبودية لنفسه. الله لم يطلب العبودية لذاته. العبودية من اختراع الناس. شو رأيكم بقى؟ ونحن علمونا عبودية. معك العبودية يا خلق بيتك العبودية لغير الله. عم تعلمنا العبودية. يعني عبد الضاد. عرفت شلون؟ مرت المعنيين بتعني العباد المعنيين مثلا.